أحمد حسونة، فلسطين غزة، بشتغل مخرج وثائقي وروائي. أنا بالأصل كنت مصور فيديو. كنت دائما يعني أحاول أختار الصورة الجميلة، يعني أتعب للصورة الجميلة. في البداية صورت مشهد، يعني صورت كذا مشهد، فكرت أروح على المونتاج أجمعهم، فطلع معي فيديو حلو. ما كنتش افكر في الاخراج يعني في البدايه، خلاص انا كاميرمان يعني. فلقيت في اشي يعني جميل، يعني في تركيبه في الصوره جميله جدا، فهذا دفعني انه ابدا اول فيلم، اللي هو فيلم اسمه اور لاند. فيلم بسيط قصير هيك مدته 3 دقائق، بيحكي عن النكبه. كانت فكرته بتحكي عن الارض، الزراعه، عن رجل عجوز بيشتغل في الارض. في النهاية يعني إنه نقدر نوصل رسالتنا على إنه العودة حاتمة، يعني لازم الواحد يرجع على أرضينا. هذا كان الدافع الأول إنه أبدأ يعني واحدة واحدة، لا لا يعني لعدة أفلام. يعني كان في أفلام قصيرة دائما، يعني كنت أقول لنفسي إنه أنا مصور لسه، يعني أعمل الفيديو، أعمل فكرة، أصوره وأمنتجه وأكون جاهز، ودائما يكون تحت بند إنه تصوير. ف صار في عندي شغف أكثر إنه أقدر أعمل أفلام أكبر، يعني بدل ما يكون 3 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، نص ساعة، ساعة، صار في أفلام كثيرة، يعني إنه نقدر نحكي إيش بنفكر فيها، نوصل رسالتنا فيها. فيلم أوتار مقطوعة فيلم وثائقي تم إنتاجه في سنة 2014، في سنة 2013 بعد حرب 2012. كان الفيلم بيحكي عن الحرب، يعني الفيلم اسمه أوتار مقطوعة، بمد صلة للموسيقى. الآن فكرنا كيف نعمل يعني فيلم وثائقي بعيد عن الدم، بعيد عن الدمار، بعيد يعني نربط الفيلم الوثائقي اللي بيحكي عن الحرب بشيء جميل، بشيء واقع فعلا. يعني كان في الفيلم عندنا في 4 أطفال بيعزفوا موسيقى، من خلالهم قدرنا نشرح الحرب ومعاناتها عن طريق الموسيقى، بما انه الموسيقى هي لغة العالم، يعني اي مستمع ممكن يسمعها، يعني يكون يعني بفهم القصة، ممكن يعني الموسيقى تاخذك لمكان بعيد جدا، مكان خيالي جدا. فقدرنا نوصل رسالة الحرب ورسالة معاناة الأطفال ورسالة معاناة شيخ وامرأة أو شباب عن طريق الأطفال هذول، عن طريق الموسيقى. فالفيلم عرض في مهرجان الجزيرة، كان افتتاحية المهرجان، مهرجان الجزيرة كان بالنسبة لي شيء مهم جدا، لأنه وكمان أهم اللي هي بالنسبة للجائزة، لأنه عرض في افتتاحية المهرجان.
كل من كان في المهرجان تقدر تقول 60 لغة موجودة في المهرجان شاف الفيلم، كان هذا بالنسبة لي هي الجائزة لأنه الرسالة وصلت بالنسبة لي والكل شاف الفيلم. حصل في مهرجان الجزيرة على جائزة الأسرة والطفل، وكمان حصل على 3 جوائز في مهرجان خربكة، مهرجان هو جائزة التصوير، جائزة النقد، جائزة الجمهور. في حلم إجاني، كنت أنا هادي كنت أعزف على القانون هيك، فعد بعد ما خلصت وكل إشي وطلعت برا، فعد أنا لقيت زي هيك أول ما طلعت هيك زي قصف كبير انقصف هيك، يعني كل المبنى هيك وتفجر وهادي، وكنا نهرب وفي أطفال ماتوا كان في نفس المعهد. صار حلمي بعد الحرب كابوس، مش عارف أحلم في الموسيقى أو بحلمش فيها إلا في الكوابيس تعرضيها. الجوائز كانت أول جائزة كانت في مهرجان الجزيرة، كان جائزة اللي هي جائزة الأسرة والطفل، والجائزة في 3 جوائز في مهرجان خربكة في المغرب، جائزة التصوير، جائزة النقد، جائزة الجمهور. فيلم رسالة عشق هذا هو كان البداية، يعني كان بداية في مشاركتي في مهرجان الجزيرة في سنة 2011. في فترة من الفترات كان أهل الأسير بيكتبوا رسالة، الرسالة بيبعتوها عن طريق الصليب الأحمر، ولكن الرسالة بتصل بعد سنة، بعد أشهر، يعني عدة، يعني بيكون منهي تاريخ الرسالة. يعني وضحت الفيلم صامت، فوضحت الفيلم عن طريق الرسالة، كيف الرسالة مهمة للأسير، كيف مهمة إنه يعني يقدر ينقل مشاعره. ولكن تخيل لما يجي يقرأ الرسالة اللي وصلته بعد انبعتت قبل سنة أو قبل 7 شهور تكون قديمة، يعني مشاعر قديمة، يعني كيف حيتفاعل معها، وممكن حتى رسائل ما تصل تمنع. فكان الفيلم يعني بالنسبة لي كان هو الانطلاقة بالنسبة لي، لأنه شارك في مهرجان الجزيرة وكان من المرشحين للجائزة، يعني كان من الأفلام المرشحة 3 للجائزة.
احنا بدنا نحكي يعني في عن النطاق الاجنبي، في عندك ليوناردو كابريو يعني مخرج رائع، ممثل رائع، في عندك على النطاق الفلسطيني خالد سليمان ايضا مبدع، يعني ان شاء الله بنجمعنا مع فلسطيني خالد سليمان يوم من الايام، يعني ان شاء الله نتمنى ذلك. وطن انا الهويه، رقم 20 مؤبد، اسمي فلسطيني، مهنتي اسير، اسم امي فلسطين، ابوي اسمه القضيه، علشان هيك انا بهاي الغرفه، والسبب بطالب بالحريه، بس هاي الحريه كان ثمنها غالي وصعب علي، بس بتذكر لما القاضي في المحكمه حكم علي ب20 مؤبد، ابتسمت وقلت فداكي حريتي يا قضيه، وانا في هاي الغرفه يا جلاد راح اخلي في كل زاويه فيها تحكي حريه، ما راح تكسر ارادتي وتموت مستقبلي، لانه انت حاكم جلاد وانا عايش برحيق الحريه. حاكم جلاد سنة 2013، حاكم جلاد بيحكي برضو عن الأسرة، بيحكي عن الحكم، بيحكي عن المؤبدات في السجن، يعني قديش تصل أنت لمرحلة أنه تسأل مثلا أسير قديش حكمك، بقول لك 13 مؤبد أو 20 مؤبد، تحسبهم بيطلع فوق الألف سنة أو 500 سنة، يعني أي عقل إنسان بشري يسمع الاسم، يعني هل هناك شخص بيقدر يعيش نقول 120 سنة؟ يعني إشي فظيع بالنسبة للأسير أنه تحكي عن المؤبد. وكمان تطرقنا في موضوع غرفة التعامل مع الأسرة، كيف غرفة التحقيق، العزل العنصري في السجون، حكينا يعني كان من أبرز الأحداث اللي سمعت اللي حكولنا إياها الأسرة، أنه أسير بيقول أنه أنا ما شفتش شرخة بندورة إلى خلال 4 سنين، ما شفت شرخة بندورة، هذه كانت يعني إشي حالة صدمة يعني قوية جدا لأي إنسان، يعني لو سمع عنها يعني ممكن ما يصدقش، ولكن هي الواقع، واقع الأسير الفلسطيني. والله عشت بجوز دخلت على فترة خلفوني شباب حكى لي 4 أو 5 سنين عمري ما شفت حبة بندورة كاملة اللي دخلوا لي منها شرحة بندورة أو شرحتين بندورة، الخيار عمره ما شافه كامل. يا سجان أنا حر. إيه خطف شي أنت بيدينه، بس أنا حر بصمودي ورح أطلع من هنا. أنت مش شجاع، أنت لو تتسيم بو أنت تتسيم بو بكيس. هذا الحديث صار بينه وبين السجان لما قلت له أنا حر، ضحك علي، هو ما بيعرف أنه أنا هان صحيح بمكان مظلم. بس طموحي كمخرج فلسطيني، كأي شاب فلسطيني، كأي مخرج فلسطيني، يعني انه نقدر نعمل سينما للفلسطيني. فلسطين تفتقر للسينما، يعني اتمنى انه توصل الثقافه للسياسيين، انه السينما هي لغه، انه تقدر توصل فكرتك، توصل فكره الشعب الفلسطيني. حاليا هوليوود او امريكا بتوصل فكره سياستها عن طريق هوليوود، واحنا كمان يعني اي مشاهد عند يعني في افلام شاهدناها
عن الجيش الأمريكي، أنت بتتعاطف مع الجيش الأمريكي لأنه الفيلم يعني يعطوك فكرتهم بشكل بسيط مبسط. فإحنا بنتمنى يعني إنه يكون في دعم للسينما. السينما مهمة جدا، يعني مهمة جدا إنك تقدر تنشر فكرتك، تنشر أفكارك السياسية، أفكارك الثقافية، أفكارك الوطنية عن طريق الفيلم السينمائي. لأنه الفيلم السينمائي إنك تقدر تنشر فكرتك بشكل بسيط جدا، المتلقي بتلقاها بشكل بسيط وبتدخل على طول على الدماغ مباشرة. بتمنى إنه نقدر نعمل في السينما، نقدر نصنع أفلام، نقدر كمان في غزة أو في الضفة يكون في عنا دور عرض سينما، بالذات في غزة بما أن أنا في غزة، لأنه فش في دور، في عنا دور عرض. آخر مرة نزلت على السينما لأنه في عندي شغف، لأن الواحد بيحب السينما، عندي شغف، نزلت على دور عرض السينما. دور عرض السينما مهجورة، يعني بقايا، يعني بتشوف بقايا التسعينات السبعينات عفوا، يعني أفلام قديمة. أنت أنا نزلتها انبسطت، ولكن في نفس الوقت زعلت ليش متروكة. في غزة كان في دور عرض، في عندنا سينما السامر، سينما النصر، سينما عامر، كان موجود، كان يعني في كانت سينما السامر أو سينما النصر ما بعرف إيش هي بالضبط، كانت من أقدم السينما في الشرق الأوسط، من أول أوائل السينما في الشرق الأوسط. الآن مهجورة مش موجودة، يعني حاليا فيش دور عرض، يعني ما فيش. يعني أنا لو عملت سينما، لو عملت فيلم بس ما فيش دور عرض، بس للمهرجانات فقط. هذا إذا قدرت أنا أطلع عن طريق أطلع المهرجانات بالوضع الحالي، معابر مسكرة، معبر إيرز، معبر رفح، كله مسكر. يعني هذا بيأثر علينا، بيأثر على كل مخرج موجود في البلد. بابا علمنا وانا صغير كيف ارسم الود، كيف ارسم الحمامة، وكان دايما يحكي لي ان الحمام احلى طير وانا بتحب الحرية، وكان يحكي لي كمان ان الحمامة رمز للسلام والامان، اللي بده اياه كل العالم. بس انا ما كنت افهم كل شيء كان يحكي بابا. معقول عشان هيك أنا لحد اليوم ما فهمت شو كان قصد بابا لما كان يقول لي العالم كله بيتمنى السلام وفي بلدنا الحمامة قتلوها. ليه حكالي إنه الناس بدها أمان؟ طيب هو مش أنا كمان بدي أمان؟ أروح أسأل بابا يمكن هالمرة أفهم منه ليه قتل الحمامة وشو يعني سلام. فيلم أوراق الحمام 6 دقائق، فيلم قصير روائي. الفيلم بيحكي عن طفل فقد والده. طبعا أنا جبت الحالة الرئيسية، جبت الطفل هو فعلا فقد والده في الحرب، انتهى سنة 2013. عن طريق الورق، عن طريق الرسم شرحت القصة، إنه والده علمه يعني يفكر بإشي بسيط، في إشي جميل. دائما تفكيرك ابعد عن الحرب، يعني احنا الانسان دائما بيحب الاشي الجميل، بس لكن في اشي خلاص بكون زي الشوكه، انه لا ما ينفعش. الحرب موجود، اللي هو الاسرائيل لما تيجي تقتل طفل، اطفال مش طفل، كيف ايش بدي يفكر الطفل في النهايه؟ مع ذلك الولد فقد ابوه، كيف تفكيره حيصير؟ هل هو حيظل يفكر بشيء جميل يعني؟ فكانت الفكرة، فكرة الفيلم نوصل رسالة إنه بنحاول الطفل يفكر بشيء جميل، ولكن في منغصات بتأثر على تفكير الطفل. يعني الأبوه توفى، أبوه دائما بقول له فكر بالشيء الجميل، لما ترسم فكر في حاجة حلوة، في شيء جميل، ولكن قلمه هو برسم يتحول إلى طيارة، يتحول إلى طفل
مستشهد إلى دار مهدمة بفعل نفسي من الحرب اللي بتصير على قطاع غزة. بابا شو رسمات محلاها؟ هاي رسمة جديد وهي كمان وحدة. صرت أعرف أرسم كل شيء بس الحمامة البيضة اللي حكيت لي عنها مش عارف أرسمها. كمان بدي أسألك إن الحمامة ليش قتلوها؟ مش أنت قلت لي العالم بحبوا الحمامة؟ أنا كم بخرج من غزة بتمنى يكون في عندنا دور عرض، بتمنى يكون بالنسبة لي إنه أقدر أعمل فيلم أعرضه في غزة، أعمل فيلم أعرضه في غزة في دار السينما في غزة. بتمنى إنه حتى لو شاركت بالفيلم هذا خير يعني في مهرجانات دولية، أقدر أطلع على المهرجان إنه يكون في اهتمام لموضوع الثقافة في البلد، ما تحيدوا يعني ما تبعدوا الثقافة، الثقافة مهمة جدا لفلسطين، نحاولوا يحيدوها يبعدوا تبعدوها على المشاكل السياسية، يهتموا بالمخرجين والمثقفين. لو كان في مثلا مؤتمرات المخرج او اي مثقف او اي كاتب يقدر يطلع عشان يكون موجود للقضية، يعني يقدر يثبت وجود للقضية الفلسطينية للفلسطيني بشكل خاص. واتمنى كمان من السياسيين يهتموا في الموضوع، يهتموا في موضوع السينما، مهمة جدا، مهمة جدا لأفكار الفلسطين، لأفكار القضية الفلسطينية للعالم. بتمنى من المسؤولين المنقسمين يحيدوا السينما، يحيدوا يعني الإطار الثقافي في فلسطين ويهتموا فينا، لأنه قضية فلسطينية شوهت بين الدول العربية والدول العالمية. يعني أعطونا فرصة أنه نقدر نحدد مصير القضية، نلطفها شوية. بشكر برنامج حكاية أفلام اللي إجعى غزة، يعني هي تقدر تقول بيجعى غزة مخاطر أهله، وبشكره أنه يقدر يحكي في القضية، في قضايا السينما، قضايا المخرجين، وشكرا لكم جميعاً.